نتكلم على الإبدال والقلب، وفي الغالب الإبدال والقلب ده بيتم نتيجة ضعف في الحبل. يعني إيه إبدال وقلب؟ إبدال يعني بيبدل راوي مكان راوي، يعني مثلا روى محمد عن أحمد فيقول روى أحمد عن محمد نتيجة ضعف في الحفظ أو ضعف في الضبط. فبيكون عندنا إبدال وقلب في أكثر من شيء. أول أمر بيكون في الرواة، بيذكر راوي مكان راوي أو درجة راوي مكان درجة راوي، يعني مثلا محمد عن أحمد فيقول أحمد عن محمد، أو محمد عن أحمد فيقول محمد عن محمود. وده طبعا بيوضع في تحت بند الحديث الضعيف، لأن الراوي بيكون غير تام الضبط والحفظ. زي ما قلنا من شروط الحديث الصحيح يكون إيه؟ أن الراوي تم الحفظ والضبط والعدالة، فهو هنا سقط منه الضبط والحفظ. الأمر الثاني بيكون قلب إسناد المتن بإسناد متن آخر، يعني مثلا حديثين، الحديث الأول مثلا رواه محمد عن أحمد عن محمود، الحديث الثاني مثلا رواه علي عن عبد الله عن حسين، فهو يضع السند الأول مع المتن الثاني والسند الثاني مع المتن الاول، فهنا برضو بيكون نتيجه ضعف في الحفظ والضبط. ويكون نفس الامر في مشكله هنا، الحديث ده يكون حديث ضعيف لان راويه هو ضعيف الضبط والحفظ. الامر الثالث بيكون قلب في المتن نفسه برضو نتيجه ضعف الحفظ، يعني مثلا حديث مثلا ابو هريره رجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فبعض الفقهاء قالوا هم بيذكروا الرواية قالوا ورجل صدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يبقى إذن نتيجة ضعف في الحفظ. بدل ما يقول شماله ما تعلم شماله وتنفق يمينه، قال ما تعلم يمينه ما تنفق شماله. فكل ده بيكون نتيجة ضعف في الحفظ والضبط، وبيكون الحديث لو ضعف والضبط، يعني المشكلة في الرواة أو في المتون، بيكون هذا الحديث يكون حديث ضعيف. أما إن كان أحد الفقهاء بيستدل بالحديث عشان يطلع حكم شرعي، فبيكون هنا في مشكلة عند الفقيه. أما الحديث نفسه فيكون لا أمر فيه ولا إشكال فيه. زي الحديث المعروف، يا أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الجنة بعد ما يدخلها كل أهل الدنيا سيبقى فيها مكان، فربنا عز وجل سيخلق بعض العباد ويدخلهم الجنة لتمتلئ الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فبعض الرواة ذكروا الرواية وقالوا أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، نتيجة ضعف برضه في الحفظ والضبط. ده طبعا غير مقبول، لأن ربنا عز وجل لما يخلق ناس ويدخلهم الجنة من كرمه فهذا من كرم الله عز وجل. أما أن يخلق الله عز وجل أناس ويدخلهم النار دون ذنب، فهذا طبعا يكون نوع من الظلم، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. فإذا كل ده بيكون نوع من القلب والإبدال، قلب أمر أو أبدله مع أمر آخر، بيكون نتيجة ضعف في الضبط والحفظ. ولعل ده يعني الحمد لله في عصرنا بقى موجود دلوقتي وسائل نقدر نلون بيها ونكتب بيها، فأصبح الأمر في ساعة ولله الفضل والمنة.